لن يحقق الاتحاد العمالي العام ما يسعى إليه من تعديل في قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بتصحيح الأجور، لا سيما بالنسبة إلى الشطر الثالث من الراتب أي الذي يفوق 1,800,000 ليرة، فهو سمع في وزارة العمل ما سمعه في السراي الحكومي أي الالتزام بالتضامن الحكومي وبالقرار الذي اتخذ بحذافيره. مطالب الاتحاد العمالي العام اللي اجوا حملوها اليوم بالنسبه للشطر الثالث لن تؤخذ بعين الاعتبار نهائيا. لم ياتوا بمطالب، انا سالت وفد الاتحاد العمالي العام، هل اتيتم تتبلغوني رساله تنقلها الى مجلس الوزراء لاعاده النقاش وبالتالي رفض التسويه، الرجوع عن التسويه اللي وصلتوا لها؟ كان الجواب لا، وبالتالي هيدا المرسوم برجع بكرر على علاته وعلى معارضتنا الجذرية لإله رح يطلع مثل ما قرروا مجلس الوزراء. فيما خص القطاع العام، البحث لم يبدأ بعد، طبعا رح يصير نقاش، بس هيدا بنكون عم نستبق شيء لم يحصل. غصن من جهته لفت إلى أن من لم يشملهم تصحيح الأجر يشكلون 15%، 10% منهم في القطاع العام الذي سوف تصحح أجوره بشكل كامل على قاعدة السقف المفتوح، وبالتالي سوف تحل مسألة التراتبية الإدارية. بيبقى مشكلة 5% اللي لم يطالهم التصحيح من 1,800,000 وما فوق. 5% هن غالبيتهم يعملون في قطاعات ثرية تستطيع أن تتحمل 300,000 ليرة لأجراء من 1,800,000 وما فوق. في المقابل سلمت الهيئات الاقتصادية وزير العمل طلبا رسميا لنقله إلى مجلس الوزراء، دعت فيه إلى معاودة البحث في المسألة الاقتصادية والاجتماعية لأن التسوية لم تصل إلى معالجة الأزمة. هلأ نحن دعينا للحوار لإعادة النظر، لا العمال راضين فيه ولا نحن راضين، فاليوم عم نقول خلينا نرجع نقعد نحكي هالمرسوم لو طلع ما موافقين عليه. بس ما فيكم ما تلتزموا، بدنا نشوف. عم نقول عم ندعي للحوار. قرار أخذ بمجلس الوزراء وصرحنا كذا مرة أخذ مثل ما هو، عرضنا إنما أخذ بالأكترية، وأنا مكلف بصياغة نص وإرساله للتوقيع تبعا. هيدا الشغل رح يضل ماشي، هيدا ما بيرجع على مجلس وزراء، هيدا خلص. يلي بدنا نرجع فيه على مجلس وزراء هو شيء جديد يلي هلأ أشر له الرئيس عدنان القصار، يلي هو إعلام مجلس الوزراء إنه يا مجلس الوزراء الهيئات الاقتصادية أخذت موقف وكلفتني بلغكم إياه تنعيد البحث بالموضوع. كان طلع المرسوم قبل بنهار أو بده بعد نهار لا يطلع، ما بيعود هيدا شيء الأساسي. حركة الاتحاد العمالي العام والهيئات الاقتصادية لن تصل إلى النتيجة المرجوة لكل منهما، فما كتب قد كتب، ومرسوم تصحيح الأجور للقطاع الخاص سوف يصدر خلال الأيام القليلة المقبلة من دون أي تعديلات. نخلع ضيمة MTV.